فأهل الوسط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم العدول الخيار القائمون بالحق، وقد تحقق هذا في سلف الأمة رضوان الله عليهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، فهم العدول وهم الخيار. إذا أردنا أن نعرف الوسطية من أين نأخذها؟ من نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا لما قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هي الوسطية؟ فعليكم بسنتي، هذه الوسطية. بأي فهم؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما الذي نحذره؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالبدع من التطرف، البدع من التطرف، والسنة هي الوسطية. فأدلة الكتاب والسنة فيها الخير كله والوسط كله، لا جفاء فيها ولا إفراط ولا تفريط ولا تقصير. إذن ما هي الوسطية الحقة التي يتحقق بها للمسلمين الخير في كل زمان وفي كل مكان؟ هي التمسك بما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. هذه هي الوسطية.